هو أصل نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف حوار خفيف مواضيع وتخفيف ما هو أصل نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم أربعة شارع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف أربعة شارع شريف اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا في كل مكان ونتمنى تقضوا وقت حلو وتتبسطوا عندنا النهارده في اربعه شارع شريف النهارده عندنا اكلات تونسيه وانيسه منوره اهلا ايه النور ده ازيك اخبارك ايه الحمد لله اكلنا النهارده من تونس عملنا ايه بقى عامله مكرونه زعره اللي هي مكرونه بالكركم والتونه والزعتر طاجين فليك اللي هي صوص صلصه معها بيض مسلوق محشي صفار بيض وبقدونس وتونه وحنحلي ايه وحنحلي بالهريسه الحلوه اللي هي عباره عن حلوه انت اللي حلوه يعيشك اهلا بيك يعيشك بعد ما نخلص في المطعم عندنا فقره في الحقيقه مع سيده مصريه كانت معانا قبل كده في البرنامج و بسبب معرفتي بيها كنت مرة في حفلة وقعدت اتكلمت معاها وعرفت الشغل والمجهود الجبار اللي بتعمله وهنعيد النهاردة القصة كده عشان نفكر الناس اللي ما شافتش المرة اللي فاتت وقلت لها أنا يعني عايز أساعدك إن أنا دايما تطلعي معايا في أربعة شارع الشريف نتكلم عن المرض ده ونتكلم عن المشكلة دي
ونوعي الناس منها ونعرف اللي يجرى له حاجه زي كده يروح لمين ويعمل ايه والكلام ده كله. فخلينا والنهارده معاها صديقه لينا جميله كمان هنتكلم معاها بالتفاصيل. خلينا نرحب النهارده باستاذه هناء السادات رئيس مجلس امناء مؤسسه ياسمين السمراء الخيريه لرعايه مرضى انحلال الجلد الفقاعي، وكمان معانا الاء اسامه احدى المريضات ومتطوعه بمؤسسه ياسمين السمراء الخيريه لرعايه مرضى انحلال الجلد الفقاعي. اهلا. منوره يا مصريه يا اصيله. ربنا يخليك يا رب. ميرسي بجد. انت عارفه كل ما ببقى عارف ان انت عندك حاجه يس. على طول قلت لك تكلميني وتيجي تطلعي تقولي اللي انت عايزه. ربنا يخليك. احنا في خدمتكم. ربنا يخليكم. الاعلام له دور كبير جدا ويعني مهم 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 لتوصيل المعلومه الصحيحه اللي المفروض الناس كلها تكون عارفها. صحيح. النهارده معانا صديقتنا الاء اسامه. ازيك يا الاء؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 28 سنه. انت اصلا من السودان؟ نعم. وعايشه في مصر بقالك قد ايه؟ سنتين. سنتين؟ ايوه. منوره مصر. مرحبين بيكي. وفي الفقره بقى النهارده هتحكي لنا قصتك وحضرتك هتحكي لنا، لان الايام دي انا عارف في حاجات مهمه بتعملوها هنحكيها بالتفاصيل ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا بيك. منورنا. نختم بقى النهارده باطول واحد من سكان الشارع، والاغنيه شغاله بتقول اقف وانت بتكلمني اقول له انت بالذات ما تقفش انت تقعد. فخلينا نرحب بالكابتن عمر لبيب. اهلا وسهلا. ازيك يا راجل يا طيب؟ انا زي ما شفتكش من قبل رمضان. وحشتني جدا والله. حشتنا. عامل ايه؟ الحمد لله. عملت فورمه الساحل؟ اه بعمل فورمه الساحل دلوقتي. مش معقول رديت وفي تنشيف حصل. ايوه ايوه. منورنا. هنعمل ايه النهارده؟ هنتكلم النهارده عن مقاومه الانسولين وازاي نعالجها، وهنتكلم النهارده عن اقوى اربع تمارين ممكن ناخدهم لعضلات الحوض بتاعتنا. اهلا بيك. شرفنا بيك حبيبي. انا كمان النهارده فرقتي مع زازيكي مع المطرب الجميل استاذ مؤمن خليل. اهلا. ازيكم يا حلوين؟ الحمد لله. منورين. عايز نغني دلوقتي علي الضحكايه. علي الضحكايه. يلا علي الضحكايه. النهارده عندنا اغاني كتير ليها فيها ضحك وبهجه الحمد لله. يا رب دايما نضحك ونبقى مبسوطين. ونسمع دلوقتي علي الضحكايه وبعد كده نرجع لكم في المطعم مع انيسه نعمل اكل تونسي. خليكم على سماحه. مزيكا. يا سلام بقى على انيسه وجايه وعامله لنا اكل تونسي شكله حلو قوي. اهلا. ازيك؟ كومون فاتي؟ تري بيان. تري تري بيان. اي توا؟ تري تري بيان. الحمد لله. بقول لك ايه، انتوا عندكم شم النسيم؟ لا. ما عندكمش؟ ما عندكمش؟ لا لا لا. اوكي. انت عارفه هو عيد مصري من ايام المصريين القدماء. هو كان اسمه شموم. شموم؟ شموم. اوكي. بعد كده تحول الى
شم النسيم كان بيبقى فعيد مهم جدا بالنسبه لي. ناكل فيه الفسيخ الرنجه، بنلون البيض وحاجات كتير قوي. طيب انت عامله ايه النهارده بقى احكي لي؟ النهارده عاملين مقرونه بالتونه والكركم. هذايا اسمه طاجين فليك، في ناس تقول عليه طاجين قنابل، في ناس تقول عليه طاجين فليك. قنابل؟ عشان البيض لا والاكله يعني فيها حاجات كتير قوي، تونه على بطاطس على زيتون على حاجات الاكلتين في تونه. وده ايه الحلو ده؟ وهذيك هريسه حلوه. هريسه حلوه؟ يعني شبه شويه البسبوسه. اوكي، تبتدي بايه؟ نبتدي بمقرونه بالكركم. هو ايه اللي الناحيه دي؟ هذايا الطاجين الفليك. يبقى طاجين اوكي. يلا. طيب. مقادير الطاجين البيض. طاجين بيض بالصلصه، طاجين فليك للصلصه، معلقتين زيت، 4 معالق كبيره صلصه طماطم، معلقه كبيره ثوم، معلقه صغيره كزبره ناشفه، ملح وفلفل، وللحشو 5 بيضات مسلوقين، كوبايه بقدونس مفروم ناعم، بصله مفرومه ناعم، كوبايه زيتون اسود مكعبات صغيره، كوبايه جبنه مبشوره، حبتين بطاطس مكعبات صغيره، علبه تونه بيضه، معلقه صغيره كركم، ملح وفلفل، وللتزيين بيبقى فيه جبنه مبشوره. اوكي. يلا. اوكي. وادي اكله حلوه. دي تونسي صح؟ ماشي. نبتدي بايه؟ اوكي، نبتدي بالصلصه بتاعت الطاجين الفليك. يلا. اوكي. نحط الزيت. ادي الزيت. ومعاه ايه ده؟ الثوم. فيها ثوم كتير دي؟ استني بس ثانيه واحده يسخن. انا هحط لك الثوم. طيب. هل انتوا عندكم كل مدينه او كل منطقه في تونس ليها اكل زي عندنا؟ مثلا في اكل الصعيد، اكل الفلاحين، اكل احنا عندنا اكل الساحل، اكل الشمال، اكل الجنوب، كل منطقه لها اكلها. طب انتوا مشهورين بالسمك، بتعملوا سمك كتير. انت الاسبوع الجاي عامله لنا سمك، انا طالبه. ايوه، هو انت طلبت كعب السردينه. ايوه، انت فظيعه. بتعمل كفته سردين ما حصلتش عمري ما شفت حاجه كده. يلا ادي التوم بتاعنا، هحطه كله في الزيت معاه. ونشوح معاه الطماطم. الطماطم. اوكي. ونحط الكزبرة. كزبرة. اوكي. ونقلب. ونحط شوية مية. حاضر. على ما. اقلب انا. ونزود زيت. عايزة توصل؟ بس كده. دي نسيبها على نار هادية ونروح نعمل البيض. اوكي، ممكن نغطيها بس. عايزة تغطيها؟ بليز. ده ما عنديش غطا ليه؟ خلاص خلاص. أوكي. مش مهم. نوطي عليها. طيب عشان ما تطرطش. يلا. ولو ان لا استني، هو ليه غطا؟ هجيبه لك حالا. اشرحي لهم بس هتعملي ايه في البيض ده؟ البيض ده هنعمل فيه هنعمل حشوة البيض اللي هي على النار؟ زيت محمر. يلا. حشوة البيض اللي هي صفار بيض، تونة، جبنة مبشورة، بقدونس، زيتون، بصل، شوية كركم، وبيضة نية، وبطاطس هنحمرها شوية. طب مش عايزة صينية أكبر من دي؟ احنا مش هنستعمل كمية كتيرة. لا لا، نعملها كلها. استني نجيب لك صينية أكبر. أوكي. صينية واحدة عشان الكمية مش أوكي. يلا. عايز نحمرها كلها؟ أوكي. عشان ناكل براحتنا. جعانين النهارده، انا جعان والاكل شكله عاجبني. ده لازم تدوقه، حلوه قوي قوي. يلا حطينا شويه زياده. كمان. خلي بس برضو ايه. هنحط ايه بقى فيه؟ بس استني يقدح سنه. اوكي، دي هنحمر فيها البطاطس. هنحمر فيها البطاطس. فين البطاطس؟ اهي. أوكي. ممكن على ما ده يسخن شويه. هي البطاطس معموله كده ازاي؟ مقطعاها كيوب صغيره. دي نيه خالص؟ نيه. اوكي. بص، بطاطس نيه متقطعه. اصل هنحمرها شويه وبعد كده، اصل كل ده هيدخل الفرن. أوكي. اوكي 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 اوكي. طيب البطاطس دي عليها اي حاجه؟ لا لا لا، ساده. أوكي. اوكي، خليها على ممكن البول الكبيره خالص. هتحطي ايه فيها؟ هقول لك بقى. يلا. اوكي. هنا هنحط التونه. اوكي. صفار البيض. صفار البيض. اوكي. شويه بقدونس عشان نسيب. عايزه تهرسيهم مع بعض؟ هنعملهم كلهم مع بعض. بقدونس شويه وشويه جبنه مبشوره. اوكي. البقدونس والجبنه مبشوره هنستعملهم بعدين على الوش.
مش جايبين لنا الهراسة ليه؟ شوية زيتون. احنا ممكن بمعلقة عادي يعني. مش لا الهراسة بتبقى احلى. هاتولي الهراسة من جوه لو سمحت. يلا. اوكي. صفار بيض وتونة. احكي كده من الأول عملتي إيه؟ اوكي صفار بيض، تونة، زيتون مقطع صغير خالص، بصل مقطع صغير خالص، وبقدونس مقطع برضو صغير خالص. وهنحط عليه قدامي وانا مش شايفها، ظلمتكم. شويه كركم. اوكي اهرس. ثانيه هتحطي بيضه نقيه معاهم عشان تلم الخليط. يلا. اوكي حلو خالص. اوكي ممكن نقلب البطاطس. قلبيها. هقلبها. بقى انا هنا يا جماعه ده صفار بيض مسلوق معاه بيضه كامله معاه تونه معاه زيتون اسود معاه ايه كمان؟ بصل وبصل بقدونس. عايزاها طريه قوي ها؟ لا عادي عادي عادي. شريف كده الصوص الصلصه خلاص كفايه؟ حطي بيها مقفوله. حطي على ايه بقى؟ هنحطها في البايركس ده. اوكي يلا سيبني ده هنحطها هنا كده. برافو. لا فوق 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 فوق. اوكي بس سيبيها لي. سيبيها سيبيها. بعد كده بعد كده بتعملي ايه بقى؟ كده البطاطس بنحمرها شويه. اوكي يعني نص سوا كده، وبعدين هنحطها مع الخليط ده. البطاطس دي اتحمرت. كفايه كده. هتحطيها بزيتها ولا من غير زيت؟ لا لا من غير زيت. ناخد كده شويه واعملها برضو بالهراسه ولا مش مهم؟ لا مش يعني هنميكس. اوكي حلوه قوي الخلطه دي يا جماعه. حلوه قوي قوي طعمها حلو وبسيطة. كفاية. اوكي حطيها مكانها وانا هحطها. حطيتها بقى. نعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ اوكي دلوقتي هناخد حطينا الصلصة هنا. اها نحط كده احسن. اهي يلا حطي ده جواها؟ لا اقول لك اقول لك ازاي. نعمل ايه؟ انا هاخد بايدي. بس سخنه. لا 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 عشان بتحشي البيضه. بس هجيب لك معلقه صغنطوطه. ثانيه واحده اهي. هجيب لك معلقه. لا ما تقلقش. بصي استني بس هجيب لك معلقه صغيره عشان لسه عندنا اكله بعد دي. اوكي بصي دي هتنفعك. هتحطي هنا وترصي. ها هناخد كده. اوكي اوكي ترصيهم ونحط واحده جنب الثانيه. تحفه. وبعدين في الاخر هتحطي عليهم ايه بقى؟ جبنه. هنحط عليهم جبنه مبشوره وبقدونس، واحنا اوريدي برضو حاطين جبنه مبشوره جوه الخليط. اوكي وندخلهم الفرن. اوكي طبعا ده طلع كبير شويه بس مش مشكله. لا لو كله. لو على على بيقعد قد ايه في الفرن؟ يعني 10 دقائق بس كده. كل حاجه مستويه فيه يعني. صحيح. دوب كده عشان نديها وش كده لل. بصوا يا جماعه اللي عايزكم تجربوا الاكله دي مختلفه وجديده ومشهية ومغذية. مغذية واي ثينك انها في الصيف وفي الحر ممكن تتاكل ساقعة. مش ساقعة يعني مش ضروري تبقى سخنة قوي. ولا لازم تبقى سخنة؟ لا عادي. عادي؟ مش لازم تبقى سخنة. اوكي كمان, كمان اخر واحدة. بنقفلها ولا بنسيبها كده؟ لا بنسيبها كده. بنسيبها كده. في ممكن يعني مش لازم نشغل الفرن من تحت. نشغل الفرن من فوق بس. اوكي حطي بقى الجبن بتاعتك كده التانية. ونحط عليها جبنة مبشورة. كده الله الله عشوة حلوة. في حاجة تانية؟ حط عليها شوية بقدونس وخلاص ندخلها الفرن يعني نولع عليها من فوق. صافا صافا. طيب خش لنا على اغسلي ايديكي لو عايزة. اوكي دلوقتي كده عملنا لكم طاجن بيض لذيذ جدا سهل وممكن في عزومات وممكن والناس قاعده كده بليله التعشاء هيبقى حلو قوي. سيدي يلا خش لنا على مقادير دلوقتي. هنعمل مكرونه. المكرونه
نزلنا قديم المكرونه، مكرونه بالكركم والتونه، مكرونه زعره بالتونه، نص كيلو مكرونه مسلوقه، علبه تونه، معلقتين زيت، بصله مكعبات صغيره، معلقه صغيره كركم، معلقه كبيره زعتر، ملح وفلفل. نعمل ايه بقى؟ زيت، هنحط فيها شويه زيت. ثانيه بقى واحده بس تسخن. ثانيه واحده بس الزيت يسخن. وحكينا دي اكله في تونس بتطلع في اي حته؟ مكرونه زعره؟ لا دي تونس كله؟ العاصمه. العاصمه كله. دي بناكلها كتير قوي في الصيف عشان سهله. والناس كلها بتصيف بقى وبحر ومصيف وكده، فدي على السريع كده. الساحل التونسي. ايوه الساحل التونسي. يلا اتفضل. اوكي كده الزيت، بصل. اوكي هشوح البصل. سهلة الأكلة دي؟ سهلة قوي قوي. أوكي نايس. وتونة، هتحطي عليها تونة من طبق بتاع سمك كده. بصل ومعاه زيت وبصل. أوكي أوكي. كزبرة؟ لا ده زعتر. زعتر هتحطي إيه عليهم؟ هنحط عليهم كركم. حط كركم على ده؟ ممكن كل الكركم ده؟ كركم والزعتر؟ الزعتر في الاخر خالص. هنحط ايه دلوقتي على النار؟ نزود شوية مية بس بليز، شوية خالص. اوكي بس كده. واحنا اوريدي سلقين المكرونة. هو الصنف ده احنا بنعمله يا اما شيلز كده يا اما الفيونكا، المكرونه الفيونكا. احط المكرونه على التونه؟ ايه لا لسه. هناخد هنحط التونه هنا. هنحط تونه هنا؟ اوكي. ايه التونه بتاعتنا مصفينها او مش مصفينها؟ مش هتفرق. عادي اوكي. اغرف انا المكرونه في الطبق ده ونحط عليها دي صح بعد كده؟ لا كله على بعض ونقلب على بعضه كده مظبوط. في الاخر خالص نحط الزعتر. وين زعترها بعد ما نغرفها؟ حلو قوي. اوكي نغرفها دلوقتي. يلا نحط عليها بعد كده الزعتر. الطبق بتاعنا اهو عليه كابوريا. اهو اهو اهو. هي مكرونه زعره. مكرونه زعره. الحاجه الصفراء احنا بالكركم نقول عليها زعره. زعره. حطي بقى الايه الحاجات بتاعتك وهجيب لك حاجه نقدرها بيها. كده الزعتر. زعتر خلاص. حلو كده. حلو قوي. لطيف جدا. احكي لنا عملتي ايه لغايه دلوقتي. اوكي لغايه دلوقتي عملنا طاجين فليك اللي هو البيض في الصلصة والحشوة بتاعت البيض، صفار بيض وبقدونس وتونة وزيتون اسود. اوكي بهذه المناسبة السعيدة هسمعك اغنية حلوة لست وردة. اوكي وردة الجزائرية. طيب هنسمع دلوقتي بصوت مؤمن خليل مالي لست وردة. بعد كده فاصل، نرجع بعد الفاصل مع انيسة نعمل صنف الحلويات. خليكم معانا لو سمحت. ومزيكا وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي مالي وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي عايشه باحلى ليالي ويا حبيبي الغالي ومالي وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي مالي وانا مالي وانا مالي بالاحزان انا مالي عايشه باحلى ليالي ويا حبيبي الغالي وبحبك قوي يا عيوني بحبك مهما لموني بحبك قوي يا عيوني بحبك مهما لموني ما يلوموا. طب وانا مالي طب وانا مالي انا مالي انا مالي ما
بعيد، ده هوانا لسه جديد، لسه بأول عيد. خليك يا جرح بعيد، ده هوانا لسه جديد، لسه بأول عيد. وسافر يا أحزان، سافر يا أحزان، مالكيش ما بينا مكان، ساكن قلوبنا أمان. وسافر يا أحزان، سافر يا أحزان، مالكيش ما بينا مكان، ساكن قلوبنا أمان. ناسية هنا ناسية أيام كانت قاسية، ناسية معاك يا عيوني وفاكرني هتغسل دموعي. ناسية معاك يا عيوني وفاكرني هتغسل دموعي. مجنون طب وأنا مالي، طب وأنا مالي، أنا مالي، أنا مالي، مالي. با أهلا وسهلا. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية. قبل الفاصل عملنا صنفين تونسي، دلوقتي هنعمل صنف حلويات، بس خلي أنيسة تفكرنا الصنفين اللي عملناهم قبل الفاصل. عملنا طاجين فليك اللي هو البيض، اللي هو البيض مسلوق، ومقرونة زعرة بالتمن والزعتر. هنعمل ايه دلوقتي؟ طب باش نعملوا هريسة حلوة. وات؟ هريسة حلوة. هريسة حلوة دي 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 البسبوسة بتاعتكم. البسبوسه بس احنا ابسط بكتير، ودي زمان بتتباع قدام المدارس. العيال اول ما تطلع من المدارس، يعني احنا اول ما نطلع من المدارس بلاقي راجل كده راجل كده بيبقى واقف بعربيه وبيبيع دي كده جاهزه بالقطعه. بالقطعه يعني القطعه مثلا بجنيه زمان، كانت بربع جنيه عندنا عشان انا اكبر منك بشويتين. انت من النوع اللي بيقول بتقولي سنك ولا بتقولي سنك؟ لا بقول عادي. انت عندك كام سنه؟ 45. ده انا اكبر منك بسبع سنين. بس كده؟ بس كده. يلا قول لنا المقادير. هريسه حلوه، كوبايتين دقيق سميد، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص كوبايه سوداني، نص كوبايه زيت، نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه زهر، ربع معلقه صغيره فانيليا، وللشربات كوبايه سكر، كوبايتين ميه، معلقه كبيره عصير ليمون. احنا عاملين شربات جاهز عشان هياخد وقت. اوكي يلا نعمل هريسه التونسي. هي ليها طريقه كده معينه شويه. اوكي. هنحط اول حاجه السميد. اوكي ايه السميد؟ اوكي، وبعدين البيكن باودر. اوكي، ومعها الفاني. معهم ايه؟ فاني، فانيليا يعني. بعدين هنخلط كده، وبعدين هنبتدي نحط الزيت شوية شوية. الزيت يلا. احنا في تونس نقوله نبثبثوها، نبثها. حط حط عادي. اوكي كده لغاية ما كل حبية تبقى مبلولة بشوية زيت. اوكي ترمل. بس كده خلاص، ميرسي. ماشي اللي وقع الملح ده على الارض. مش عارفه مين، مش انا. ده زهر؟ زهر. عايزه زيت تاني ولا خلاص؟ لا 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 كده كفايه جدا، كده حلو قوي قوي. كويس. دلوقتي هنحط عليها ميه الزهر. هنحط عليها ايه؟ هنحط عليها ميه الزهر. كتريها عشان ما احبها دي قوي. وبعدين نبتدي بالميه نلم. شويه شويه. يلا. ميه سرسوب. ممكن نعمل حاجة برضو، ثانية واحدة بس. حط شوية سوداني جواها. مغروش. وبعدين على الوش، على الوش هنحط تاني. هي بتيجي صيصة شوية. احط حط المية عادي. هي مفروض تيجي زي كده. انضمي لها قوي. مية. 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 خليني احط الناحية دي. اوكي حلوة قوي. نزود نزود بليز. ميرسي. هتتشكل كده ازاي؟ مش هتتشكل، لا احنا بعدين قطعناها. اوكي اوكي. ده زيت ولا ايه؟ زيت. ادهنه؟ مدهونه اوريدي. مدهونه، مش عايزه ده. ده شربات. ده شربات، ده شربات في الاخر خالص. دلوقتي هنحطها كده ونصح. نصح.
هي هتنفش بعد كده عشان احنا حاطين بيكنج باودر. افندم هي هتنفش بعد كده عشان احنا حاطين بيكنج باودر. اوكي اوكي بس نيجي ونحط عليها السوداني. صح اوكي. قبل ما تحط السوداني ممكن نبقى نقطع. طيب اوكي سيبك دي. اوكي نخسر نقطعها دي. هنقسمها مربعات. ايه حلوه قوي. ايه وبعدين بس 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 هي هي سهله. اسهل حاجه في تونس. اسهل حاجه في تونس هي سهله بصراحه. وبعدين اوكي نحط فوقيها السوداني. نحط فوقيها السوداني ثم ندخلها الفرن. وندخلها الفرن لما نطلعها وهي سخنه نحط عليها الشربات. طب بصوا يا جماعه اهو السوداني ندخلها الفرن. تقعد قد ايه؟ هتقعد نص ساعه كده. نص ساعه هتطلع من الفرن وفي الاخر خالص نولع الفرن من فوق عشان تحمر كويس. هتطلع من الفرن ونحط عليها الشربات. نحط عليها وهي سخنه وشربات بارد او يعني مش سخن. بارد حلو قوي. بشكرك على اكلاتنا النهارده. عيدنا كده يعيشك. يعيشك. ما تقولي كده ارد اقول ايه؟ يعيشك. قولي يعيشك. يعيشك. قولي لنا عملنا ايه النهارده من البدايه. اوكي النهارده عملنا مكرونه زعره بالتن والزعتر اللي هي مكرونه فيها كركم وتن وزعتر وبصل. وعملنا طاجين فليك. في ناس تقول عليه طاجين قنابل اللي هو الصوص الحمراء بالثوم وعليها البيض المسلوق. شلنا الصفار وحطينا وعملنا خليط الصفار والتونه والزيتون الاسود والبقدونس والبطاطس المحمره والجبنه المبشوره ودخلناها الفرن شويه. وعملنا الهريسه الحلوه اللي هي السميد والميه والبيكنج باودر وحاطين عليها السوداني والشربات. اشكرك انيسه. يعيشك كالعاده. يعيشك يعيشك. خلونا دلوقتي نسمع اغنيه حلوه قوي كلها ضحك وبهجه للفنانه الجميله حنان. ببعت لها الف سلام وتحيه. وفي الحقيقه اغانيها كلها يعني رغم انها من زمان قوي بطلت تغني بس كل اغانيها حلوه وليها كده بهجه. هنسمعها دلوقتي وبعد كده هنرجع لكم بفقره توعوية في الحقيقة عن مرض انحلال الجلد الفقاعي. ده مش أول مرة نتكلم فيه هنا في البرنامج. هيكون معانا أستاذة هناء السادات رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية لرعاية مرضى انحلال الجلد الفقاعي، وكمان آلاء أسامة إحدى المريضات ومتطوعة بمؤسسة ياسمين السمرة الخيرية لرعاية مرضى انحلال الجلد الفقاعي. هيكونوا معانا في الفقرة الجاية. نسمع الأغنية وفاصل نرجع لكم. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا.
وفردها يا عم، خلاني انا معك تحلم، بتحبق وفردها يا عم، خلاني انا معك تحلم. ايوه اربعة شارع شريف، اربعة شارع شريف. عادي عادي، فقدت برضو اظافري وفقدت القدرة اني اتحكم بايدي واستعملهم زي ما كنت بعمل وانا صغيرة. كل فترة في حاجة بيحصل مشكلة في حياتي. ايوه، كل ما اكبر وبقى يعني اتحرك اكتر، كل ما الحركة بتاعتي كترت اكتر، وكل ما بقيت استكشف كل مرة فقدت حاجة معاهم. طيب ده جسديا، نفسيا انا شايفك قوية جدا. لا انا ما كنتش كده يعني. امتى بقيتي قوية؟ انا بعد ما قابلت ماما هناء. انا بتقول لها ماما هناء. أيوة. تستاهل، لان كلنا نقول لها ماما هناء. حتى انا قدها في السن بس اقول لها ماما هناء. انت بتتقال لها ماما هناء. احكي لنا ماما هناء عملت لك ايه. ماما هناء عملت لي كتير جدا، ما اقدرش انا اعده ولا احسبه يعني. وشجعتني وساندتني وقفت جنبي، وكانت ليا بصراحه يعني بجد زي امي يعني. ماما هناء بتعاملني بطريقه انا بحس نفسي يعني ما حصلش حد مره كده عاملني زي ماما هناء. اوكي. ومتقبلاني كل عيوبي وكل حاجاتي، وكمان بتدعمني. بس انت ما فيكيش عيوب؟ لا، ما فيش حد كامل. طبعا ما فيش حد كامل، بس انت ما فيكيش عيوب برضه؟ لا فيا. ايه بقى؟ الموضوع المرض؟ لا مش المرض. انا عصبيه جدا. وبتنفس بسرعه. اوكي. بس الحاجات دي ما بتظهرش قدام ماما هناء، عشان ماما بتمتص كل حاجه وحشه فيا. اوكي، بتعرف تمتص الحاجات اللي. ايوه. خليتيها تعيط؟ لا، دموعها غاليه، ما تعيطيش يا ماما هناء. دموعك غاليه يا ماما هناء. طيب هنرجع لماما هناء بقى، هقول لك يا ماما هناء دبستي في. طيب انا عندي 400 حاله، 400 ابن وابنه بيقولوا لي ماما هناء يعني. طيب طبعا انت عارفه ان كل ده رساله كبيره قوي جات لك من ربنا. وطبعا خلينا نفكر مشاهدينا ان استاذه هناء السادات بنتها كان عندها هذا المرض، ياسمين السمره. واحكي لنا وفكرينا، وسوري ان احنا هي اللي خليتك تعيطي، مالهاش دعوه. لان انا بحبها جدا بجد يعني. انا دايما بقول وبقولها لها دايما ان ياسمين بنتي كانت تبقى عمرها دلوقتي الحب اللي كانت بتديهوني ياسمين هو مزروع فيها. فالعطاء اللي هو بتديني من الحب كمان يعني، كلماتها، تعبيرها، احساسها، كان ياسمين قاعده معايا. اوكي. يعني بجد مش بهزر يعني، هي عمرها، حتى انا قلت لها ان انت نفس عمر ياسمين ونفس حب ياسمين ليا. فمش عايزه اقول لك يعني قد ايه هي يعني بقدرها واحبها، غير ان كل يوم الصبح بتبعت لي كلام يعني انا مش عايزه اقول لك ان من القلب، عارف اللي هو دايما كل يوم بحس ان يومي هيبقى جميل من الكلام وصباح الخير بتاعك. الله عليك، الله عليكم. اه والله. وعلى المشاعر الحلوه. وده يخلينا نرجع نقول حاجه بس لكل الناس اللي اتحطوا في موقف زي حضرتك. يس. حضرتك بنتك اتولدت بالمرض ده وفقدتيها وهي عندها 12 سنه كده؟ 15 سنه. الله يرحمها. وحضرتك انا هتكلم بمنتهى الامانه. يس. وحضرتك سيده مقتدره. يس. ماديا ونفسيا سويه جدا. فانت قررتي بعد وفاه بنتك اللي هي ملاك في الجنه، وانت عارفه ده اكيد اكيد، ان انت تخصصي وقتك، مجهودك، فلوسك للناس اللي بيعانوا من هذا المرض اللي احنا ما نعرفش عنه حاجه، وانت هتشرحيه لنا تاني. فاعتقد لما انا مش بقول لك الكلام ده عشان اريح قلبك على فكره، انا بقول لك الكلام ده لان ده الواقع. لان يعني انا يمكن في يوم من الايام من 5 سنين اتحطيت في حاجه ابسط من اللي انت اتحطيتي فيها. لما جالي الكانسر وطلعت قلت وبقيت اخش اخد الكيماوي واطلع اقول للناس ما تخافوش، روح خدوا الكيماوي، هتخفوا هتخفوا هتخفوا. فدي انا بالنسبه لي كانت مسج من ربنا ان انا واحد مشهور شويه، اطلع قول للناس ده عشان تقوي الناس. انت برضو نفس القصه، وربنا بيحبنا فخلنا يجرى لنا كل الحاجات دي، بس عشان كده بنتلم على بعض. يس اكيد اكيد. في الاخر. فاحكي لنا بعد اذنك برضو المرض اللي احنا بنتكلم عليه النهارده اللي هو انحلال الجلد الفقاعي. ده ايه؟ واللي شايفيننا يكتشفوا ازاي لو الـ المولود عنده هذا المرض؟
مرض انحلال الجلد الفقاعي ده هو مرض جيناتك، وهو نقص مادة الكولاجين نمر 7 في الجلد. ده معناه ان النقص المادة دي بتخلي طبقات الجلد هش، وهو بيتقسم لثلاث أنواع. النوع الأول والخفيف منه فيه 27 نوع. وبعد كده الأنواع التانية الجانكشنال والديستروفيك بيعيشوا بس مش كتير، لأن الطبقة الخفيفة من الجلد فيها اللي هو مجرد ما تمسكه يطلع الجلد بتاعه. فاكتشاف اللي بيتولد بيه، يعني المرض ده الطفل بيتولد بيه، ده يعني ده على طول بيبان والسيمبلكس منه او الخفيف منه بيتولد الطفل طبيعي، جلده معقول، يدوبك فيه فقيعة صغننة خالص في اي حتة زي ما كانت ياسمين. اللي نبهنا ان ياسمين عندها المرض ده هو دكتور اطفال بالصدفة البحتة، فقال ان الطفله جميله جدا، مفيهاش اي حاجه خالص، بس فيها شويه حاجات كده بسيطه فقيعه في الايد والرجل. لكن هو شاف حاله من الحالات قبل كده وبيعتقد ان ممكن يكون ده جلد فقاعي. اوكي طيب. يعني انا زوجي طبيب، لكن ما عداش على الطب بتاعه الا في تشابتر واحد مثلا، انه بيقول ان ده جلد فقاعي. بس هو مرض نادر، مرض نادر. ما عندناش احصائيه في مصر، ولكن في العالم بيقول بس انت عندك 400 حد في المؤسسه، ده لا كتير. 400 على مليون وشويه، فيعتبر نسبه صغيره. وممكن يكون مثلا وصل لغايه 1000 واحد، 2000، 5000. الناس ممكن تكون عارفه، بس عارف ان هو احنا عندنا مشكله ان لما يكون الطفل عنده مشكله، يعني الطفل عنده حاجه مرض ما او الى اخره، بيحاولوا ان هم يحاطوا عليه وما بيطلعوهوش بره. طيب احنا عايزين بس حاجه ناكد عليها لو سمحتي، فضل. ان المرض ده مش معدي. لا المرض ده عشان اصحاب مش المرض ده خالص. يتعاملوا مع الناس عادي جدا خالص. هو مش، وانا هقوم هسلم عليها دلوقتي وهنحط ايدينا في بعض عشان تعرفوا اهو بعد اذنك. ممكن خليكي قاعده زي ما انت. يس اعملوا لنا كده كلوز. لا الايد اللي هي اهي ايديها على ايدي اهو، ده مرض مش معدي، علشان احنا عندنا برضو بعض المعتقدات ان يقول لك لا ما حدش يجي جنبه، ما فيش كده، صح كده؟ انت بتتعاملي مع البيت عادي جدا ومع الناس عادي جدا، مظبوط؟ ميرسي ان انت خليتيني امسك ايدك يا عمر. طيب خلينا نسمع اغنيه عشان هديكي شويه. اوكي. وبعد الفاصل هنرجع نتكلم عن المؤسسه والمؤتمر الاخير بعد اذنك. عايزين اما براوه. يلا بينا. حافظه اما براوه؟ لا مش حافظها. هنحفظها لك دلوقتي. يلا نسمعها فاصل ونرجع لكم. خليكم على صباح مزيكا.
شكرا. أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية وبرحب بضيوفي، وقلنا الفقرة دي فقرة توعوية بنتكلم فيها عن مرض انحلال الجلد الفقاعي، ومعانا أستاذة هناء السادات رئيس مجلس أمناء مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية لرعاية مرضى انحلال الجلد الفقاعي، وصديقتنا آلاء أسامة إحدى المريضات ومتطوعة بمؤسسة ياسمين السمرة الخيرية لرعاية مرضى انحلال الجلد الفقاعي. خليني أتكلم عن مؤسسة ياسمين السمرة الخيرية، بتعملوا فيها إيه؟ إحنا المؤسسة يعني بعد ما ياسمين توفت الحقيقة يعني قررت ان احنا اعمل مؤسسة، ومؤسسة تبقى مشهرة، لان ابتدى انا كان الدكاترة بيبعتوا لي حالات ان انا اقدر اوعي الام واشوف الطفل وازاي نقدر نغير له، وازاي نقدر الام بيبقى فيه مشكلة في الرضاعة فتبقى صبرة قوي على الطفل علشان نقدر البيبي عشان يغير وهو لسه صغير خالص، فالام بتبقى خايفة يعني. فالحقيقة لما كنت ببقى مبسوطة قوي ان انا بوعي الام، لكن طب وبعدين يعني لازم كل شوية عمال بيزيد العادات. وكان ياسمين من نفسها ان هي كانت دايما لما كانت بتعمل معارض بتاعتها في الرسم كانت بتتبرع بجزء من البيع اللوحات بتاعتها للولاد دول في القصر العيني، فكانت اخذت الفكرة من كده وقلت ان لازم اعمل مؤسسة واشارك. انا بديت ب 20 طفل، نزلوا لنا الفيسبوك الخاص بيهم لو سمحت، فيسبوك في 20 طفل سنه 2014. دلوقتي انا عندي 400 حاله سنه 2024، والحالات على فكره من مصر ومن بعض دول عربيه، يعني اللي عايشين في مصر، اللي عايشين في مصر، وحتى كمان بيجوا لي من بلاد عربيه. الاعمار ايه؟ عندي كل الأعمار من أول ما الطفل بيتولد لغاية عندي لغاية 35 سنة كمان. أوكي. أغلبيتهم ولاد ولا بنات؟ ميكست ما بين الاثنين. بين الاثنين. يس يعني. أوكي. هو ملوش فرق ما بين ولاد ولا بنات. أوكي. احنا طيب. في الجمعية على العموم احنا مش بنعملها كجمعية، احنا عاملينها نادي ترفيهي ليهم. صحيح. لان هم مش بيحاولوا بقدر الامكان يروحوا اي مكان تاني، او ان هم ما بيلاقوش نفسهم في المجتمع عموما يعني، فبنحاول في خلال المؤسسه ان احنا نعمل لهم حاجه، بنعلمهم حاجات كتيره من الرسم، من الديكوباج، من دلوقتي بفكر ان احنا نعمل لهم تصوير ان هم يقدروا يصوروا حاجات كتيره، واي حاجه بيشوفوها في بيبقوا عندهم هوايه الكتابه، هوايه الرسم يعني، زي كتير. زي الـ 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 الكتاب اللي معايا ده. ايوه. آلاء أسامة اللي معانا هي اللي كاتباه. ايوه. ودي صورة ياسمين. دي صورة ياسمين. عملنا كلوز. أيوة. الله يرحمها. صورة ياسمين وآلاء هي اللي كاتبه، وكاتباه بالانجليزي. آلاء بتتكلم انجليزي وعربي كويس جدا. كتبتي ايه هنا؟ احكي لي. جوه هنا في ايه؟ بيتكلم عن قصة تضحية وحب عظيمة متبادلة بين الأم وبنتها ماما هناء وياسمين. أنت اللي اخترعتي القصة كلها؟ لا، هي واقع أنا ترجمته. واقع. أيوه. واقع وأنت ترجمتيه. أنت في مصر عايشة مع مين؟ عايشة مع مامتي وأختي. أوكي. يعني أنت دلوقتي بقيتي محترفة في المرض اللي أنت فيه وفي التعامل نفسيا وجسديا. في البيت بتتعاملي معاهم ازاي؟ عايز اعرف. بتعامل معاهم، هم بيعاملوني كويس جدا، مامتي واختي طبعا هم في خدمتي 24 ساعة، وانا عصبية جدا معاهم، بتعصب. انت ليه الموضوع العصبية؟ ايوه، عشان بكون متألمة و في وجع. ايوه، في ضغط عليا جامد، فيعني هم بصراحة بيعملوا اللي في اللي فوق طاقتهم يعني. اوكي. ايوه. مامتك واختك. اه. والدك فين؟ بابايا في اليمن. اليمن. في اليمن؟ أيوه. عايش هناك. ايوه. بتشوفيه كل قد ايه؟ يعني كل 3 سنين. كل 3 سنين بتشوفيه. بيوحشك؟ اكيد اكيد طبعا. واللبس الحلو ده مين اللي اختاره لك انك تطلعي بيه النهارده؟ انا. برافو عليكي، ذوقك حلو. شكرا. طيب خلينا نرجع للاستاذه هناء، يمكن في مؤتمر. يس. كان قريب، احكي لنا. ما زال انتوا لسه في. احكي لنا ايه القصه. بص، انا سنه 2020 رحت اول مؤتمر يتعمل لهذا المرض في انجلترا.
خاص بهذا المرض بالضبط، ورحتوا علشان أعرف المستجدات بيعملوا إيه. في أكبر منظمة موجودة في العالم كله هي منظمة ديبرا العالمية، وهي ديبرا انترناشنال. اسمها ديبرا انترناشنال. ديبرا انترناشنال، يس. فأنا لما حضرت المؤتمر دي الحقيقة لقيت إنه هم يعني بيدوا كل المعلومات وما فيش علاج، ولكن بيحاولوا يقربوا الأوارنس يعني والتوعية كلها بالنسبة للمرض ده. فأنا قلت إن أنا يعني عايزة أنضم إلى هذه المنظومة. فصراحة أنا قلت لهم أنا جاية مخصوص عشان أبقى موجودة في المنظومة اللي موجودة في 50 دولة حول العالم وما فيهاش ولا دولة عربية. فقالوا لي أوكي، وشافوا حياتي اللي أنا بعمله في بعد ياسمين، وشافوا حياة ياسمين ولقوا إن طب واي نوت. تاني سنة على طول على بال ما خلص كل الأوراق المطلوبة بقيت عضوة في هذيك العربية الوحيدة، العربية المصرية الوحيدة اللي موجودة في المنظومة دي، وموجودة كمان في المجلس التنفيذي لهذه المنظومة. اللي كنت أيام ياسمين أول ما تولد كنت بحلم بس إن لما أبعت لهم مسج يرد عليا. فالمنظومة دي أنا بقالي من سنة 21 حتى الآن، مفروض 3 سنوات وتجدد إذا حبينا. بنتقابل مع بعض من بعد 2020 على الزوم بس. فمن ضمن الحاجات بيعملوا فعاليات، بيعملوا مؤتمرات كل سنة في بلد، والبلد دي بتبقى البلد المستضيفة لهذا المؤتمر. السنة دي في مصر. فمن أول الكورونا فيش أي حاجة، فعرضت عليهم أن المؤتمر ده يبقى موجود في مصر. طبعا أنا قلت الكلمة دي وأنا قلت إيه يا هناء، طيب ده مؤتمر يعني مش حفلة، مش حفلة عادية. انت قدها وقدود. الحمد لله الحمد لله. انا عايزة اقول لك ان لما عرضت عليهم، احنا بقالنا سنة ونص بنشتغل في الموضوع ده، ومع الاحداث اللي موجودة عالميا طبعا اللي بيحصل كان هنا وبيحصل ما بين حوالينا كانوا خايفين، لكن حاولت اطمنهم ان ان شاء الله ان مصر فيش اي حاجة بس تعالوا. وجوم. أنا مش عايزة أقول لك، أنا عارف إنه من كذا بلد، في حد من ماليزيا أو إندونيسيا؟ عندنا من حوالي أكثر من 15 بلد. 15 بلد. فقررنا إن إحنا نعمل المؤتمر ده مشاركة مع مركز البحوث القومي على سبيل إن يبقى الساينتفك بارت اللي هو المادة العلمية تبقى موجودة مع المركز، والمادة العلمية موجودة مع ديبرا انترناشنال كدكاترة متخصصين في المرض ده، والجزء بتاعنا بيبقى مع مصر والدول العربية، لأن كان أهم حاجة عندي تواجد الدكاترة من دول عربية علشان يقدروا إن هم ينضموا إلى هذه المؤسسة الكبيرة، علشان نقدر نعمل زي ما تقول يعني نقدر نعمل وصلة بيننا وبين بعض وندخل اللغة العربية. أوريدي أنا دخلت بعض الحاجات باللغة العربية على الويب سايت بتاعهم، لكن أنا كنت عايزة تواجد بلاد الأخرى للاستفادة التامة من هذا من تواجدهم في هذه المؤسسة أو المنظمة الكبيرة. عايز أسألك سؤال. يس. أنت حاسة باللي أنت بتعمليه؟ أنا من جواكي. أنت متخيلة أنت بتعملي إيه؟ أنا كنت خايفة الأول. أنت متخيلة بتعملي إيه؟ يس يس. أنا عايزة أقول لك إن أنا كنت لغاية أول امبارح متخوفة، خايفة، مرعوبة، تعبانة في التفكير، تعبانين في التنظيم، عايزين كل حاجة تبقى مظبوطة والمعلومة توصل مظبوطة في كل حاجة. طبعا أنا عايزة أقول لك أني أنا أقدر أقول يا رب الحمد لله أن جاء مصر 60 من ديبرا انترناشنال، اللي يعني أنا ما كنتش متخيلة أن 10 منهم ممكن يقدروا يجوا، من ضمنهم رئيسة الديبرا نفسها والمجلس كله موجود. وعاملين إحنا من حوالي 4 أشهر تقريبا أن في جوه ديبرا انترناشنال فكروا أن هم يعملوا حاجة اسمها يوث كونسل، يعني نفس ديبرا انترناشنال على صغير، ويخلوا المجموعة دي هي المجموعة اللي تستلم من المجموعة الكبيرة وتبتدي أنها يكملوا لا، ويبقى كمان الايجز بتاعتهم السن بتاعهم يبقى قريب من بعض، لان خلي بالك ان احنا جيل قديم، فالاجيال الجديده اكثر علما واكثر معلومه عن انها تقدر تتواصل مع بعض. انا عايزه اقول لك ان المجموعه اللي اتكونت من 3 أشهر كامله، الدوله حوالي اكثر من 15 شاب جمال
كلهم عندهم نفس المرض. جم هنا مصر وتعرفوا على بعض لأول مرة، وأنا سعيدة ومبسوطة أني ضميت إلى هذه الكوكبة الصغيرة دي هيت من آلاء من السودان، وضميت كمان من الأردن برضو، وضميت من الجزائر، وضميت من جت واحدة من غزة برضو عندها 19 سنة، وضميت واحدة من مصر برضو. فأنا حبيت أن الشباب بتاعنا يبقى متواجد ومتواجد في الدول العربية. عايزة أقولك أن الفيدباك بتاع الموضوع ده هو بالنسبة لرئيس الديبرة دي، يعني اللي هو براود. صحيح. أنا فخورة بأن أنا جيت مصر المؤتمر الحمد لله. ما اعتقد بعد كده هيدبسوك يقبلوه في مصر على طول. حقيقي عايزه اقول لك ان يعني احنا سمينا المؤتمر اول مؤتمر على بلاد الخليج وافريقيا اللي متخصص في مرض انحلال الجلد. ميدل ايست اند افريكا تقريبا. يس ذا مينا ريجن والافريكا انترناشونال ليبي كونجرس، على سبيل ان نبقى احنا القائدين الى هذا برضو، مصر تبقى هي القائده في هذا الموضوع. عايزه اقول لك انها لما هتتكرر في دول تانية، وانا بقى مبسوطه. ليه؟ لان الدول التانية برضو ما فيهاش اعداد كتيره، ويعني ما فيهاش توعيه، بدليل ان كلهم بيجوا مصر. عندنا هنا مصر ويبتدوا. صحيح. يلجأوا الى الدكاتره المتخصصه اللي تقدر تتعامل مع ده. صحيح. ولكن من خلال مؤسسه ياسمين. يعني احنا بنديهم الطريق ان هم يروحوا. نزلوا لنا الفيسبوك قبل ما نختم لو سمحتوا مره ثانيه بالمؤسسه على شاشه، اي حد يحب يتواصل مع المؤسسه او مع ياسمين فاونديشن. افندم ياسمين فاونديشن. ياسمين فاونديشن طبعا هتنزل على او مع استاذه طبعا هناء ستاتيه، هتشوف كل حاجه انتوا بتبعتوها. شايفينها بتهتم بالتفاصيل ازاي، فمتخيل اي رساله هتيجي هي بنفسها اللي هترد او تتجاوب معاكم فيها. مش عارف اقول لك ايه غير ان انا فخور بيكي. ربنا يخليك. فخور بسيده مصريه هقول ربنا اداها، ممكن تبقى بالنسبة لناس كتيرة حاجة محزنة أو صعبة، وهي حاجة صعبة، بس هي كانت رسالة إن أنت تقدري تساعدي ناس كتيرة قوي 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 قوي. تمام. وأنت بتعملي ده على تمام. أكمل وجه الحمد لله، فده في ميزان حسناتك قوي. أنا عايزة أضيف شيء كمان. فضل. إن فعاليات المؤتمر ده هي من يوم 25 ل 28، وأنا اخترت يوم 27 بالذات إن احنا نعمل حفلة تانية للتوعية لهذا المرض، ويبقى متواجد معانا المجموعة الجميلة اللي هي بتاع ديبرا 50 واحد من بلاد كتيرة جدا، ويحضروا معانا في المتحف المصري الكبير. الله الله عليك. ومن هنا بندعو دعينا ناس من الروتري وناس من الانرويل ومؤسسات مؤسسات كثيره، وبحضور دي تحت رعايه وزيره التضامن معالي الوزيره نيفين القباش، وتحت رعايه وتحت رعايه وزير الصحه معالي الوزير خالد عبد الغفار. بنبعت لهم الف سلامه وتحيه، وهيحضروا ان شاء الله في هذه الحفل علشان يبقى في مواجهه، تواجد رسمي وفعلي لهذا المرض. لأن هي مش بس المشكلة إن هم يعرفوا المرض، المرض ده أو المرضى بالمرض ده ما عندهمش أي حقوق. يعني بنحاول بقدر الإمكان إن نوصل الصوت بتاعهم إلى إن هم يخشوا تحت ذوي الهمم، ومشينا في خطوات كتيرة، أخذنا موافقة البرلمان، ومشينا في خطوات كتيرة إن احنا ندخلهم فعلا، والبرلمان وافق على كده، وبياخد بعض الإجراءات علشان يخشوا تحت طائلة ذوي الهمم. لأن أنا مش بتكلم على سبيل أن ياخدوا حاجات بسيطة، أنا عايزاهم ياخدوا حقوقهم، ويبقى كل واحد مصري عارف أن هذه البلد لها يعني زي ما أنا بحب مصر لازم مصر تحبني كمان. صحيح. فده اللي بيخلي أنا أبقى مطمنة أن هم لو أنا مش موجودة ليهم يبقى حقوق. لهم حقوق وحقوقهم تتكمل. صحيح. زائد أن سيادة الرئيس قال حاجة كويسة جدا السنة دي وأول السنة، وده إدى دفعة كويسة قوي وراحة نفسية لكل أم عندها طفل ما عندهاش إمكانيات، إن الأمراض المزمنة اللي موجودة وكثيرة أصبحت كثيرة جدا لعدم التوعية. إن الأمراض المزمنة هتبقى داخلة ده بقى التأمين، والحكومة هتبقى الحكومة والصحة هتبقى دافع لتغطية المصاريف بتاعتها. والتوعية كمان، لأن في ناس بتبقى أم عندها طفل
وما بتعملش اللازم في انها تعمل تحليلات عشان تعرف اذا كان هذا الطفل او اذا كانت حاملة في طفل تاني، فبيصبح الام عندها طفل واثنين وثلاثة. ده بيتكبد عليها هي عبء وبيتكبد على الدولة. صحيح. فالدولة من هنا بتقول لك احنا عايزين نعمل التوعية للاهل ده عشان نحميكم. صحيح. وكمان لو انتم عندكم طفل ذوي همم او طفل عنده اي مشكلة صحية، احنا هنحاول ان احنا نقف معاه وهنحاول ان احنا ندعمه صحيا. صحيح. لان المصاريف بتاعت هذه الامراض عالية جدا بقى. وما يستطيعش اي حد عائلة انها تقدر تتكبد المصاريف. عايزة تقولي اي حاجة تانية؟ انا عايزة اقول ان بحمد ربنا حقيقي ان كان من ضمن احلامي ان اني اعمل كل حاجة للولاد دول او للمرض ده بالذات، لاني انا عشت 15 سنة فيها حاجات حلوة كتيرة جدا جدا ولكن فيها حاجات مؤلمة. ف ما كانش حد جنبي تقريبا، ما فيش دكاترة، ما فيش حد التوعية، ما فيش حد اداني الدفع الجامدة. فبتحس ان انت قضيت حياتك فيها عراق، مش كلها حلوة. انا بحاول اخفف على الام، بحاول اخفف على الطفل، بحاول اتعامل مع الطفل كمان واخلي الام تتعامل مع الطفل بدماغه، يعني تحترم عقليته، لانها لما تحترم عقليته هو هيبقى عنده راحه نفسيه كبيره. صحيح. صحيح. زائد ان احنا الام بتتكبد حاجات كتيره جدا جدا بالنسبه للطفل وحاله الطفل، ففي امهات ما بتقدرش حتى كمان انها تساعده، يعني في امهات بتسيب العيال بتاعتها والاب هو مثلا بيتولى. لكن علشان تقدر تخلي الام دي صبوره وتقدر تقول لها خلي بالك ان انت هتقعدي مثلا تاكلي الطفل ده ساعتين، فلازم تدي من وقتك الساعتين لان هو صعب جدا انه ياكل زي بقيه الاطفال، فلازم ياخد وقت طويل ان هو يمضغ ويبلع وكده، فما ما تتعبيش، يعني ما تقوليش ان انت كذا. لا دورها برضو الام. الاء لما بتقول ان هي بتتنرفز على مامتها واختها، ده حقيقي، لان هما بيحسوا ان انت عايز، الام عايزه انها الطفل يبقى كويس وتقول له لا ما تعملش ده، او بياخد وقت في الغيار او بياخد وقت في ده، فبيبقى عندهم قوه تحمل قليلة. مع طبعا الالم اللي بيحصل في الغيار وبيحصل في الحاجات دي كلها، بس عشان تخلي الام عندها صبر شويه، فالام نمره واحد لازم توعيها، ومن خلال توعيه الام هي بتقدر تصبر على طفلها وتديله حقه في الحياه بصراحه. يعني شرفتيني ربنا ونورتيني، وكل ما عندك اي حاجه تكلمينا، المنبر الاعلامي اللي انا فيه ده ربنا يخليك في خدمتكم. الاعلام له دور جامد جدا جدا في توصيل المعلومه. صحيح. صحيح. وفي ان المعلومه توصل صح. صحيح. لان زي ما حضرتك بتقول لا، ناس بتخاف والتنمر بتاع الاولاد والاخر، وده بيخلي الضوء، بيلقي الضوء كمان على الدكاتره، لان احنا ما عندناش دكاتره متخصصه في انها تتعامل مع هذا المرض. فده بيدي وعي. صح. جامد ان شاء الله ان نقدر نتعامل مع الدكاتره. شرفتيني وفخور فخور فخور بيكي من هنا للسنه الجايه. ربنا يخليك. الف الف شكر. لا شرفتيني ونورتيني. عايزين نهدى ونبطل عصبيه. انت جميله، كل مره لازم تيجي معايا ان شاء الله. انا كل مره عايز اطلع حد فيكم عشان بس كل مره تيجي حد تسلمي عليا. شرفتينا ونورتينا. سلميني على مامتك واختك ولا كل اهلك في السودان. اهلا وسهلا بيكم، شرفتونا ونورتونا. بشكر استاذتنا المصريه الاصيله استاذه هناء السادات، رئيس مجلس امناء مؤسسه ياسمين السمراء الخيريه لرعايه مرضى انحلال الجلد الفقاعي، وكان معانا النهارده احدى المريضات ومتطوعه بالمؤسسه الاء اسامه. خلينا نشوف فاصل، بعد الفاصل نرجع نلعب رياضه مع كابتن عمر لبيب. خليكم معانا لو سمحتوا. كابتن عمر لبيب طالع من رمضان وعامل فورمة الساحل يا ابني. ايه اخبارك؟ اهلا يا شريف. والله الحمد لله، وحشنا والله. وانت كمان. كلامنا على ايه النهارده؟ هنتكلم النهارده عن ازاي نعالج مقاومه الانسولين، ودي مشكله بقت منتشره جدا ايامنا. فهمنا يعني ايه مقاومه الانسولين. الاول هنفهم ايه مقاومه الانسولين، وبعد كده نقول اضراره وازاي نعالجه. خلينا نشرح الاول ايه مقاومه الانسولين دي وبتحصل ليه. مقاومه الانسولين دي بتحصل نتيجه ان بيبقى فيه دهون حشويه حوالين منطقه البطن والجناب بشكل كبير،
يعني ايه؟ الشخص مثلا ممكن في فتره ما يبقاش بيعمل نشاطات يوميه كبيره، مش بيتحرك بشكل كويس، وبيبدا يزود شويه في الاكل، يزود شويه في الكميات بتاعته، بيحصل دهون حشويه، يعني منطقه البطن والجناب بيحصل فيها حاجه اسمها دهون حشويه، تكتل. ايوه، التكتل ده بيمنع ان الخليه تمتص السكر وتحولها في صوره طاقه، فيبدا يحصل حاجه اسمها مقاومه جسمك، الريسبتورز المستقبلات دي ما بتستقبلش السكر اللي طالع من البنكرياس، فبيبدا هنا يحصل مشكله اسمها مقاومه الانسولين. طيب مقاومه الانسولين دي تصنيفها ايه طبيا؟ انت كده مريض سكر من الدرجه الثانيه، في درجتين لمرض السكر، تايب 1 اللي هو عنده بنكرياس ده فصل تماما وبيعتمد على حقن الانسولين، وفي نوع ثاني اللي هو الدرجه الثانيه اللي هو عنده مقاومه انسولين، ده معناه ان الدهون الحشويه عنده زادت لدرجه ان جسمه ما بقاش يتعامل مع السكر بشكل كويس ويطلعه في صوره طاقه. طيب ايه تاثير ده بقى على الجسم؟ هنا الناس اللي هيبقى عندها مقاومه الانسولين ممكن ما يبقاش عارف، ومش هيعرف اغلب الظن الا لما يعمل تحليل للسكر التراكمي، او دكتور يطلب منه ده، او يبدا يبان عليه اعراض مثلا زي غمقان في رقبته او ما الى ذلك، فيبدا يعمل التحليل ويعرف. المشكله هنا ان ده بيبقى حاجه دفينه، لو انت ما عملتش تحاليل ممكن محيط الويست بتاعك يقعد يكبر، واي بنت محيط الويست بتاعها ازيد، محيط الوسط بتاعها ازيد من 88 سنتي بيبقى بنشك بشكل كبير قوي ان هي هتبقى عندها مقاومه انسولين. طب لو راجل فوق 105 سنتي محيط الويست بتاعه اللي بنقيسه من فوق السره كده، ده برضو بيبقى عنده شك ان عنده مقاومه انسولين. فهنا بنبدا نعمل ايه؟ او مقاومه الانسولين تاثيرها السلبي ايه؟ ان الشخص ده بيبدا يزيد وزن بسرعه جدا، الحرق بتاعه بيتاثر، جسمه مش بيتعامل كويس مع السكر، السكر بيعلى عنده، ويبدا جسمه يخزن دهون بشكل كبير قوي، ويبدا هو يبقى متضايق جدا من شكل البطن ومحيط الويست في اللبس، ما بيبقاش احسن حاجه واريح حاجه. المشكله الرئيسيه هنا في صحته. طيب ليه في صحته؟ المشكله لما بيحصل مقاومه انسولين يا شريف بيبدا يحصل حاجه بتقربه من حاجه اسمها ميتابوليك سيندروم، يعني متلازمه الايض، ان هو بقى امراض السمنه كلها تيجي مع بعض، الضغط، السكر، الكوليسترول، امراض فعلا بتاذي الصحه بشكل كبير قوي، خلل في السيستم كله. دي مشاكل مقاومه الانسولين على جسمنا. ثانيه واحده، نزلنا الفيسبوك والانستجرام بتاعه، يلا اتفضل. ازاي بقى نعالج ده؟ نعالج مقاومة الانسولين بحاجتين رئيسيين. اول حاجة ناخد بالنا ان احنا نقلل السكر المصنع في اكلنا، نحاول نعتمد على البدائل الطبيعية الاحسن زي الفاكهة والكربوهيدرات المعقدة، نحاول نقلل السكر، الدقيق الابيض نحاول نقلله جدا لان ده واحد من اكتر الحاجات اللي ممكن تعمل مقاومة الانسولين، ناخد بالنا ان الاكل ما يبقاش فيه كمية زيوت ودهون عالية جدا، ممكن نستعمل زيت زيتون، ممكن نستعمل زبدة طبيعية، بس كميات مقبولة. كميات مقبولة يعني قد ايه؟ بنتكلم في 5 جرام 10 جرام معلقة، يعني مش كميات كبيرة. لو استعملنا شوية الريستريكشن او شوية الحاجات دي، ده هيساعدنا جدا جدا ان مقاومة الانسولين دي تنزل وتبدأ تتحسن بشكل كويس قوي. فأول علاج التغذية، نبدأ نقلل السكر، نقلل الدقيق الابيض، نقلل الدهون. تاني علاج التمرين، التمرين بيشتغل بمثابة المفتاح للقفل للمستقبلات اللي في جسمنا. لما نبدأ نتمرن جسمنا حساسية الانسولين عنده بتكون كويسة جدا. جسمنا يبدأ يعرف يتعامل كويس قوي مع الكربوهيدرات اللي داخلة والنشويات اللي داخلة دي، يحولها لصورة طاقة، يعرف يوظفها ويخزنها كويس قوي. طيب المشكلة الناس اللي عندها مقاومة انسولين جسمها مش بيتعامل مع السكر بالشكل ده، ويبقى عنده قابلية ان وزنه يزيد وان هو ما يبقاش مبسوط اكتر. فهنا دورنا، لو انت حسيت ان محيط الويست بتاعك كبر، بطنك كبيرة، او انت بطنك حاسة ان المحيط ده كبر، نعمل حاجتين، يا اما هنروح نعمل تحاليل، يا اما لو مش هنروح نعمل تحاليل هنبدا ناخد بالنا من اكلنا، نقلل شويه السكر، نقلل الدقيق الابيض، نقلل الاكل اللي فيه دهون عالي، ونبدا نتمرن حتى لو تمارين خفيفه خالص في البيت، او ننزل نتمشى ربع ساعه نص ساعه، ده هيساعد جدا الشخص، نفسيته تبقى احسن، انتاجيته اعلى. كتير قوي بيبقى عندنا في يومنا ضغط جامد قوي، النص ساعه دي هتفرق جدا جدا في صحتنا. وكمان البني ادم مخلوق اصلا باكتيفيتي ليفل، بعدد نشاطات معينه لازم يعملها في اليوم. صح. لو ما عملهاش بيبدا ياثر ده مليون في الميه على صحته النفسيه. انا في ناس كتير دلوقتي شغلها بقى في العصر اللي احنا فيه ده
قاعد 24 ساعة قدام اللابتوب بتاعه أو الموبايل بيخلص الشغل بتاعه أونلاين. أغلب الشغل دلوقتي حالا في الوقت اللي احنا فيه بقى أونلاين بشكل كبير قوي، بيبدأ يأثر على صحته النفسية وبيبعت لي أنا مش بس مجرد عايز أخس، لا أنا نفسي أنزل من البيت أعمل أي حاجة يبقى فيه نشاطات. أنت دلوقتي هتوريهم التمارين لده؟ أيوة، هناخد بقى شوية تمارين سهلة جدا 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 جدا. يلا. وهناخد كمان الجزء الأهم دلوقتي في التمارين، هو تمارين لتقوية عضلات الحوض. يعني القعدة اللي احنا قاعدينها حالا دي وقعدة اللابتوب اللي الناس دي بتقعدها وبتعمل لهم زيادة في الوزن ومقاومة انسولين، مشكلة بتعمل انحراف في الحوض. يعني ايه انحراف في الحوض بتاعي؟ بيتعوج بالظبط كده. بيتعوج ازاي بقى؟ بيقلب لقدام حوضي، بالعضلات دي بتبدأ تقلب لقدام والمؤخرة بتقلب لورا، فالشكل طبعا مش بيكون اريح حاجة. هناخد ده شكل الناس في المستقبل هيبقى بالظبط بالظبط. هناخد بقى النهاردة أربع تمارين، أقوى أربع تمارين نعملها لده، نعمل استريتش للعضلات الأمامية نطولها ونزود المرونة فيها ونقوي العضلات الخلفية عشان نتجنب الوضع ده. والتمارين دي هتساعدنا جدا لو بنعملها في البيت نقلل مقاومة الإنسولين. ناخدها مع بعض؟ يلا بينا. اتفضل. كاميرا معاك والجمهور معاك. كويس. ونزلونا على الفيسبوك والإنستجرام الخاص بكابتن عمر لبيب، أي حد يحب يتواصل معاه ممكن تبعتوا له على الفيسبوك والإنستجرام. هناخد مع بعض دلوقتي أقوى أربع تمارين ممكن تعملهم جوه البيت عشان تتخلص من وضع وعضلات الحوض الضعيفة. لما بنقعد كتير على كرسي، ودي طبيعة أغلب الشغلانات دلوقتي، بيبدأ يحصل انحراف في عضلات الحوض بتاعنا. من الآخر كده بيتعوج. بيتعوج إزاي؟ بنروح بالحوض بتاعنا بيبدأ يقلب لقدام والمؤخرة بتاعتنا ترجع لورا، والشكل ده ما بيكونش أريح حاجة خالص. إزاي بقى ناخد تمارين النهاردة مع بعض؟ أربع تمارين هيساعدونا جدا نظبط القوام بتاعتنا، نعمل مرونة عالية جدا في العضلات الأمامية بتاعتنا وستريتش، ونقوي العضلات الخلفية فيبقى القوام بتاعنا مظبوط بشكل كويس قوي. هناخد أول تمرينتين ودول استريتش للعضلات الأمامية. هنقعد بالشكل ده كده وأحط الحوض بتاعي هنا كده، وأبدأ أول حاجة أعملها عشان أبقى بعمل الاستريتش ده صح، أحط إيدي في الويست بتاعي وأبدأ أزق الجلوتس بتاعتي المؤخرة بتاعتي وخلفيات رجلي لقدام بالشكل ده. لما بزقها لقدام بالشكل ده أنا ببدأ أعمل استريتش لعضلات هنا اسمها الهيب فليكسورز، عضلات المنشأ بتاعتي. أبدأ أزق كده لقدام بالشكل ده، أنا عمال أطول المنطقة اللي بتقصر من القعدة بشكل كبير قوي. واثبت في الوضع ده 10 ثواني. عملت 10 ثواني هنا يمين، أبدأ أعكس بالشكل ده وأزق الحوض بتاعي لقدام. طول ما انا بزق كده انا عمال اطول في المنطقه دي. ممكن نحط هنا بقى سجاده تحتنا او فوطه عشان لو حد ركبته بتوجعه او الارض بتبقى ناشفه، واعمل كده اقفل الجلوتس بتاعتي وخلفيات رجلي وابدا ازق واثبت 10 ثواني واتنفس فيهم كويس قوي بحيث ان انا اطول العضلات دي بشكل اكتر من هايل. تاني تمرينه مهمه جدا وهي تمرينه الاسترتش الكور بتاعنا او عضلات البطن. العضلات دي مهمة جدا ان انا اعمل لها اطالة، لان انا طول ما انا قاعد على المكتب في الوضعية دي هنا بيحصل تايتنس، يعني قصر جامد قوي في العضلات دي اللي بتبوظ القوام بتاعي. بعمل تاني تمرين ده، احط ايدي كده وارجع وانام بالشكل ده وابدأ ازق الارض كده واثبت في الوضع ده. في الوضع ده كده انا بطول عضلات بطني. العضلات دي طول ما فيها مرونه عاليه ده هيخلي شكل جسمي حلو جدا. بثبت الحوض بتاعي في الارض، احاول ان هو دايما يبقى لامس الارض، ايديا مفروده على الاخر، وبعمل استرتش في الوضع ده. اثبت 10 ثواني ده مهم جدا، نحاول نكرر التمرين ده 3 مرات واتنفس كويس قوي عشان اضمن ان في اكسجين يروح للعضله بتاعتي. دول كانوا تمرينتين الإطالات للجزء الأمامي. أنا كده طولت العضلات دي، باقي جزء بقى إن أنا أقوي العضلات الخلفية بتاعتي. هنعمل شكل يبان إن هو غريب شوية بس ده مهم جدا 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 عشان تقوي العضلات الخلفية بتاعتك، لأن العضلات دي عند أغلب الناس مش بتشتغل، فمهم جدا إن احنا نقويها. هنجيب أي إزازة عندنا في البيت، أي إزازة مية عادية خالص، وأحطها في الوضع ده كده الشكل ده أنا عايزه من الجنب عشان يبان كويس قوي. وببدا اعمل حاجه اسمها هيب هنج، يعني احط الازازه بين رجليا. ايوه، يعني انا همسك الازازه كده بالظبط هنا واحطها هنا كده، واعمل ايه بقى؟ اروح بالحوض بتاعي لورا كده واطلع اقفل واعصر كده عشان اعلم جسمي ان هو يشغل العضلات الخلفيه دي، لان اغلب الوقت انا قاعد العضلات دي بتضعف جدا 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 في جسمنا، ويبدا الشكل
ما يبقاش مظبوط، يبدا يبقى فيه انحراف كده. فانا لما بعمل كده انا بقوي العضلات دي بشكل كويس قوي. همسك كده ازازه الميه اروح لورا واطلع اقفل كده، واحد اتنين، واتنفس كويس قوي، تلاتة. بنفس الشكل ده ما بنزلش الظهر بكتافي، لا انا بروح بالحوض بتاعي لورا وبطلع اقفل واعصر كده عشان اضمن العضلات دي اشتغلت بشكل كويس قوي. هناخد رابع تمرين واخر تمرين معانا. بنام كده بالوضع ده على الارض، وده تمرين للجلوتس بتاعتنا، للعضلات الخلفيه. بقفل رجلي كده كويس قوي عشان اضمن ان انا عامل اكتيفيشن ونشاط للعضلات بتاعتي للجزء اليمين. بعمل هنا طبعا الجزء ده يمين وشمال، بطلع كده اعصر اتاكد ان الجلوتس بتاعتي وخلفيات رجلي شغاله، وانزل خمس عدات يمين وخمس عدات شمال. عملت اليمين اعمل الشمال واطلع اعصر عشان اتاكد ان العضلات دي اشتغلت بشكل كويس قوي. خلصنا الاربع تمارين، نحاول نعمل كل تمرين منهم مرتين لتلاتة ونسبة 10 ثواني في كل وضع. ده هيساعدنا جدا نحافظ على وضعية جسم مظبوطة ونتجنب الانحرافات والانعواج اللي بيحصل في القوام من القعدة الطويلة. أوكي. شكرا يا استاذ، يا راجل محترف انت، بشكرك. شكرا كابتن عمر لبيب مدرب لياقه بدنيه على وجوده معانا النهارده. ميرسي، اشكرك جدا. كمان اتبسطت عندنا النهارده في 4 شارع شريف. نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي. النهارده عندنا اكلات حلوه قوي مع منامين. اكل يا سيدي طاجن فراخ بالفاصوليا البيضاء، سلطه خضار بالكسكسي، وكيكه دقيق سميد. سعاد سليمان، نتكلم عن عمر الخيام. عمر الخيام، نرحب باستاذه ولاء العباسي. ربنا يخليك، ذوقك حلو.